أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذه الساعة هو المؤلف الموسيقي وضابط الإيقاع وعازف الطبلي الذي ترك بصمة مميزة، روني براك. في رصيده ألبومات عديدة من تأليفه وحفلات موسيقية شارك العزف فيها كبار الفرق الكلاسيكية والعصرية العالمية. مؤخرا كان له حضور في مهرجان البستان إلى جانب ضيفين من إيطاليا ومن الفرقة الموسيقية الوطنية في جورجيا. أهلا وسهلا فيك روني براك. أهلا وسهلا فيك مينا. شكرا. اشتقنا لك باليوم واشتقنا لك بلبنان، لأنه لك 5 سنوات آخر مرة شفناك فيها بحفل بالكازينو. مظبوط. ورجعت مؤخرا على البستان. صح مظبوط. خبرنا كيف كان هالحفل؟ والله كان حفل كتير حلو، هذا كان أول مبارح يعني، وكان الأصداء كتير فظيعة بصراحة. أنا كتير يعني حبيت أنه أول مرة مشترك بمهرجان البستان على آلة الطبلة، ومن تأليف وتوزيع الموسيقى كمان كنت عامل قطعة للأوركسترا. فحبيت هيك أنه شفت الجمهور اللبناني بحماس بسمع سمع كتير، كان عن جد راقي كتير كان يعني. فهيدا طبعا هالشيء هيدا بخليني اعطي اكثر على المسرح، و يعني بتامل انه تكثر هالحفلات الموسيقيه بلبنان، يلي نرجع للسمع الموسيقي، لاحترام الموسيقى، كل هال الفن فعلا ما بصح الا الصحيح بالنهايه. روني، فينا نعتبر انك كسرت نمطيه مهرجان البستان او مهرجانات البستان بشكل عام يلي هن معروفين بالكلاسيكيه، شو اخذ الطبله على مهرجان يتسم اكثر بالكلاسيكيه او الموسيقى الكلاسيكيه؟ وكان له طابع خاص، لانه اول مره كانت قلت الطبله مشتركه بهالفستيفال، لانه طبعا مهرجان البستان كان اخذ يمكن طابع الكلاسيكي اكثر. وبالوقت يلي بنعمل فيه مهرجان البستان، بس بصراحه هن طلبوا مني وكانوا حابين من زمان اقدم عرض عندهم. وست مينا البستاني هي بتعرف، عرفت انه انا عامل اعمال كبيره برات لبنان، وصار الاتصال انه حبينك تكون، وانا ما رفضت هالطلب، فحبيت انه شارك بهالمهرجان. والحمد لله عن جد كانت يعني هيك ليله مميزه، مشان هيك كان الحفل المفاجاه على شكلين، خاصه بوجودك روني. نحن قبل ما نتابع الحوار حابين نسمع منك هيك شويه ايقاعات، لانه لك شيء 10 دقائق عم بتحمي وتحضر. ايه ورمينج اب شوي. انا اليوم جايب معي طبلتين. الطبله الفخار اللي هي اللي من زمان كنا نستعملها، جددوهم بطريقه كثير حلوه، هي من صانع يوناني، جلد سمك، والجسم الطبلي هو فخار. بنعرف كمان الآلة الثانية هي الطبلة الثانية يلي من المصنوعة من الحديد، أنواع من الحديد مختلطة مع بعضها كلها سوا وجلد بلاستيك، فكل وحدة بتعطي صوت شيء، وبالنسبة لأنا أنا كل حس بلعب على الطبلة بحس شيء مختلف طبعاً. هلأ بنعمل هاي طبعاً من صنوع الماستر العالمي كيفورك، فيعني أنا هلأ رح نسمع على اثنين ولا على واحدة؟ هلأ بنسمع على واحدة، بنسمع على طبلة فخار سولو صغير. Thank you.
نايس. فكرت بعد في شيء مفاجأة تالية. لا لأنه معودين معك على المفاجآت. روني، لا شك أنه اسمك ارتبط ارتباط وثيق مع الطبلة. قديش إيمنت بهالآلة وحملتها وقررت أنك تروح فيها يعني تغوص غمار العالمية ونجحت بامتياز؟ والله مشوار كتير حلو. يعني أنا بطلع بالطبلة هيك، بطلع فيها ما بعرف، حس يعني مرة قاعد باستوديو بيانو قدامي والطبلة هيك حطيتها بطلع فيها، مش معقول. قلت انه انت شاركتيني بكل بمسارح العالم، بسفراتي، بتروحي معي بهالمطارات، بتبرمي، ولا مرة بتنقي، ولا مرة بتقولي شيء، ولا مرة بتقولي تعبانة، ولا مرة بتقولي ما في كومبلين منها. يعني من انا وصغير في مرافقتي بحياتي شيء يمكن خلق معي وربي معي، وهي يعني هي اللي خلتني اطلع للعالم، هي اللي خلتني الف، هي اللي خلتني اعطي، هي اللي خلتني ابرم وسافر وروح واشتغل وابرم مع عالم ومع فنانين عالميين يعني. بس انت امنت بهالآلي وفكرت انه هالآلي فيها تمزج ما بين، يعني تكون خليط جميل طبعاً ما بين الانغام الغربيه والانغام الشرقيه، وقدرت تنجح. يعني قديش هالآلي ساعدتك وقديش شخصيتك ساعدت، خاصه انت كمؤلف وملحن وعازف كمان بذات هذا اللي ساعدني، يمكن لانه كمان مؤلف موسيقي بعزف على غير آلات، منهم آلة البيانو. هذا الشيء اللي خلاني ادمج الطبلة مع آلة البيانو بطريقة معينة، بالتأليف الموسيقي وبالارتجال، بالطريقة اللي برتجل فيها على الطبلة. حسيت انه في الارتجال حتى يكون تأليف إيقاعي، يعني كأنك عم تألفي للحن بساعة الساعة عم بيطلع معك، فيك تألفي جملة للإيقاع كمان هي تكون كتأليف موسيقي بساعة الساعة. انه قلت ليه لا، الطبلة فيها تكون مثل آلة تانية، مثل آلة الكمانجا، مثل آلة الفلوت والترومبيت والجيتار، فيها تخرق محل وتكون سولو على المسرح، تلعب سولو على المسرح والعالم تتسمع عليها. مش بس إنه أوكي، لأنه آلة الطبلة آلة مزبوط بترقص وبتحمس وبتفرح وهذا بنبسط فيه أنا أكيد، بس بالنهاية كمان فينا نسمع ديتيلز كتير على الطبلة. ومجربها قبل، انا عامل فيها يعني تعطينا تست على انغام معاكسه، يعني فيها ما تكون ترقص وتفرح، اكيد اكيد فيها تكون انغامها حزينه مثلا، مش نغمه حزينه، لان الطبله بنسميها آلة خرصه، بيقولوا لها اخر آلة خرصه لانه ما فيها ميلودي، ما في غنى بالطبله، مثل ما عم تسمع انت بالطبله عم تسمع هن الثلاث اصوات بوم تاك وتاك او سك، هيدا فما في ميلودي هون. هون كيف بدنا نخلق نحن هالاصوات ونخلي كمان المستمع او المشاهد شده. يقدر تشده، يعني في افكار بدها تنعمل مع الايقاع. فينا نعمل ايقاع برقص اكيد والعالم بتحبه، يلي كلنا بنعرفه بالشرق، يلي بس نسمعه من زقف دغري. صح. بس فينا نعمل كمان جمل تاني ايقاعيه تانية تكون مختلفه، يكون كتاليف ايقاعي بالارتجال يلي انا حبيت استعمله، يلي حلو يكون واحد ما يقلد بس يعمل شيء بيخلق يلي بيطلع من احساسه. هيدي كمان انا بقول لها علاقه بالولد الصغير كيف بحب الالوان، يعني انا بحب الالوان، انا حللت هالاشياء بيني وبين حالي انه ليه بحب ستايلز تكون مختلفه بين الموسيقى الكلاسيكيه، موسيقى الجاز، موسيقى العربي، موسيقى اللاتين ميوزك، الاسباني، الهندي، الكل المختلفه هاي، لان بحب الالوان، انا شخص بحب لون احمر كثير، بحب الالوان، يمكن مشان هيك بتقلي في الموسيقى حتى في الوان. والروح العربي بالدم موجوده من انا وصغير اكيد، يعني هيدي بقولها من انا وصغير اكيد، وما فينا نطلع منها خاصه مع هالآله اللي مرتبطه كمان ارتباط وثيق. خلينا نسمع وصلي على الطبله الثانيه قبل ما يدهمنا الوقت. هيدي الطبله الثانيه. اوكي، هيدي الطبله الثانيه، طبعا بيختلف
نايس، كثير حلو. على السريع كثير باقل من دقيقه، هل في وقت زمني للعزف على الطبله بتعبك او ما بتعبك؟ يعني بنعرف المطرب بغني بركي ساعتين ثلاثه، العزف قد ايه ممكن؟ لا اذا فيني العب ساعتين وما اتعب، اذا بعرف كيف استعمل طريقه التكنيك طريقه الاصابع اكيد. إيه. امتى البومك الجديد رح يشوف الضوء؟ ب 20 ثانيه ب 20 ثانيه البوم جديد، تريو البوم سجله بامريكا، بيكون اخر شهر اذار بابريل بنيسان، لا بنيسان بيكون. شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج اليوم على الحره. شكرا لك.